بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الثالثة بنتكلم أكتر على الأبليكيشن والميكانيزم اللي المفروض يبقى هو السائد أكتر في الترانسديرمال أو في حاجات الكنترول ريليز. معظم احنا قلنا طبعا إن الزيرو أوردر بيبقى هو المفضل، إنه بيضمن لي الثبات في معدل الاطلاق، ما يبقاش فيه فلكتويشن كتير، ما يعمليش مشاكل ان السيرم دراج سيرم كونسنتريشن يلعب كتير. فاحنا اذا شفنا الميكانيزم بتاع الريليز، لازم طبعا ابقى فاهم في الاول ايه الميكانيزمات اللي هي ممكن تحصل وايه اللي احنا عايزينه. في طبعا عندي سيفرال ميكانيزم ممكن يشتغلوا في نفس الوقت simultaneously or at different stage on delivery process. ممكن يبقى في الاول في ميكانيزم بعد شويه يتغير، وده اللي بيحصل في العاده. صعب قوي يبقى عندنا ميكانيزم ثابت طول الوقت. لما بنفهم الميكانيزمات دي بنقدر نعمل ديزاين ومانيفاكتشرنج للكنترول ريليس سيستمز اللي بتكون اقرب ما يمكن للي احنا عايزينه. لان برضو خلي بالك ان انت مش ممكن تحصل على الميكانيزم بتاعك طول الوقت شغال، هيجي وقت الدراك هينقص الكونسنتريشن بتاعه، فمش هيقدر يحافظ على الزيرو اوردر او ما هو اقرب للزيرو اوردر، فطبعا هيحصل ديجراديشن، مش هيكون الديجراديشن ده ماشي على الزيرو اوردر. فاحنا بنعمل ده بحيث ان احنا في معظم الوقت بنقرب للي احنا عايزينه، لكن طبعا صعب. طبعا الرسمه دي بتوريك الخط المنقط ده. طبعا عندي هنا خطين، المينيمم افكتيف كونسنتريشن تحت والماكسيمم توكسيك كونسنتريشن. فطبعا انا هنا عايز الدواء يبقى بين الاثنين. انا الخط المنقط ده هو ده الايديال اللي انا عايز، ده زيرو اوردر معظم الوقت هيمشي كده. لكن زي ما انتم شايفين هناخد وقت الاول في فيرست اوردر اهو في الاول في جروينج كونسنتريشن لحد ما اوصل للزيرو اوردر. فمعنى كده مش كل الوقت هنبقى عندنا زيرو اوردر، لا، ده في الاول الدراج هيزيد بشويش واحده واحده لحد لما نوصل للزيرو اوردر. بالنسبه للبلازما كونسنتريشن، الجرعات التقليديه شايفين الفلكتويشن هنا جامده ازاي. طبعا انا عايز اتفاداه، النقط الصغيره دي لما يكون الفلكتويشن او الاسكيرجنز عاليه بتنزل فترات كتيره تحت المينيمم افكتيف كونسنتريشن، وممكن هنا مش باين بس ما حصلتش هنا الماكسيمم توكسيك كونسنتريشن، بس احيانا تعدي، فدي حاجه مش مرغوب فيها ابدا. برضو احنا في لما بنعمل ديزاين مانيفاكتشر كنترول ريليس سيستم بنبقى مش عايزين نعرف، عايزين نعرف برضو الفيلير بتاعها بيكون سببه ايه عشان نتفاداه. في فيلير مودز او طرق ميكانيزمات للفيلير ده لازم احنا ايه نعمل واحنا بنصمم دور الشوم ان احنا نتفاداه. فعندي زيرو اوردر اورال ديليفري سيستم، زيرو اوردر زي ما قلنا اللي هو كونستانت ريليز اوف دراج، بيبقى طبعا ده ديزايرابل عشان اوردر تو مينيمايز سوينجز اللي هي التارجحات في الدراج كونسنتريشن ان ذا بلاد. such excursions، هذه الرحلات او هذه يعني طبعا المعنى الحرفي excursions، بس مش معناها هنا مش كده، معناها هذه الشطحات اللي بتحصل ممكن تديني لبيريود زي ما شفنا في الرسمه اللي فاتت لاندر اكسبوجر او اوفر اكسبوجر للدراج، ممكن يزيد قوي ممكن ينقص قوي، ده مش مطلوب. طبعا ده بيحصل بالذات للدراج اللي هي بتبقى rapidly absorbed and rapidly eliminated. طبعا rapidly absorbed ممكن يطلع بسرعه قوي فيعدي الماكسيمم ليفل، ممكن الدراج ده يكون برضه eliminated بسرعه قوي فيعدي ينقص عن المينيمم افكتيف كونسنتريشن. فده ده احنا لا عايزين ده ولا عايزين ده. طبعا الادويه اللي هي تمتص بسرعه وتفرز بسرعه بتكون عرضه لكده. دوزج فورم عايزينها طبعا تبرولونج ريليز وتبقى مينتين الدراج كونسنتريشن وزيد الثيرابيوتيك رينج لاكستندد بيريود، ما يبقاش عندي ايبيسودز اوف اندر اكسبوجر او توكسيسيتي. ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. لما يكون عندي ديزايند
سيستم بيديني ناو بريدكتبل ريزيدنس تايم ديستريبيوشن ان جي اي تي، بيبقى عارف قد ايه هو امتصاصه الريزيدنس تايم بتاعه في الجي اي تي، مفيش تغيرات كتيره. ده بيضمن لي اكتر كنترول للميكانيزم. يعني لو حاجه الدوز شرب بتاعتي بتقعد في الاستومك مده طويله، طبعا ممكن يكون مش حلو لو انا عايز الامتصاص يكون في الانتستين. وبرضه لو الانتستين الدوز شرب بتقعد فيه مثلا ما بتقعدش فيه وقت كبير، بيسرع برستالتيك موفمنت، بتخليها تطلع بسرعه من الانتستين، فمعنى كده برضه الدواء مش هيقعد كفايه لحد لما يحصل ابزوربشن. فنعمل ايه؟ احنا بنحاول بقى الحالات دي نحلها بطرق كتيره، منها على سبيل المثال اللي هو البايو ادهيزف دوزج فورم، ان احنا بنعمل دوزج فورم تكون بايو ادهيزف، بيحصل لها ادهيجن او بتلتصق بالبيوكاس ممبرين في المكان اللي احنا عايزينه، وتقعد ريليس بقى، يبقى هنا ايه بيتم بصوره تدريجيه، بصورة تدريجية بمعدل ثابت. الزيرو اوردر ريليز دي كونستانت دراج افكت، بروفايدد دراج فارماكوكاينيتيك وفاركوديناميك بروبرتيز بيكونوا ايه معروفين. الفارماكوكاينيتيك بروبرتيز انتوا عارفينها، الابزوربشن، الديستريبيوشن، ميتابوليزم، الاكسكريشن، التذكره بس الاي دي ام اي. الفاركوديناميك بروبرتيز اللي هي لها علاقه بالاثر الفارماكولوجي بتاعه، يكون معروف ومحدد. فطبعا احنا ايه لو عندنا كويس معرفه كويسه بالفارماكوكاينيتيك والفارماكوديناميك بروبرتي، بنقدر نوصل للزيرو اوردر دراج ريليز لو عملنا الدوز فورم المناسبه، وده بيديني كونستانت دراج افكت. ممبرين ديفيوجن، بنتكلم هنا على الاورال، فهنتكلم شويه على الممبرين ديفيوجن كنترول ريليز اللي هي بتعتمد على ثلاث ميكانيزمات على بعض للريليز، اللي هي اول حاجه السوليوشن بارتيشن ديفيوجن بالترتيب ده، بيز ديفايس ده الممبرين ديفيوجن بيعتمد على كده. بنجيب الكور تابلت، عندنا الدراج على هيئه تابلت، بنعمله تابلت بالاكسيبيان بتاعته، كل حاجه احنا بنعمل تابلت عادي زي اللي درستوه قبل كده، وبنحط عليه ممبرين بيبقى سيمي بيرميبل، بيرميبل لبوث دراج والووتر. اللي بيحصل ايه؟ افتر سوالوينج، بعد ما بيتم بلع الدواء ده، الكور بيكام هايدريتد، بيشرب ميه، بيعدي بياخد ميه من الجي اي تي، والدراج بيدوب لحد لما يوصل، بيدوب طبعا الدوبان بتاعه انا عندي هو سوليد، فلا اول ما يدوب الفيلم اللي حوالين السوليد دراج ده او الحاله الصلبه هيكون ساتوريتد كونسنتريشن، اوكس بيسموها ساعات ماكسيمم سوليبيلتي، ماكسيمم سوليبيلتي بتاعته، فهيبقى عندي ساتوريتد كونسنتريشن او ساتوريشن سوليبيلتي، ساتوريشن كونسنتريشن مش ساتوريتد، ساتوريشن كونسنتريشن او ساتوريشن سوليبيلتي. الكور ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي ساتوريتد ريزرفوار للدراج، هو داب من الحاله الصلبه، بقى الفيلم اللي حوالين الحاله الصلبه دي في اقصى تركيز له ممكن، ده بيشكل ريزرفوار، ساتوريتد ريزرفوار للدراج. الدراج ريليز هنا بعد ما بيحصل له ديسوليوشن بيعمل ايه؟ بيبتدي ايه يعمل بارتيشننج. بارتيشننج يعني زي ما خدنا في الفيزيكال فارماسي في اول سنه، بيحصل بينقسم ما بين تو فيز، بيروح من الريزرفوار للممبرين، عندي ممبرين وعندي ريزرفوار، فيبتدي يسيب الريزرفوار ويروح للممبرين طبقا للسوليبلتي بتاعته في الممبرين ده. بعد ما بيحصل بارتيشن بتاعه، البارتيشن جزء منه بيروح للممبرين، بيتشبع بالممبرين، من الممبرين ده بيحصل ديفيوجن، عشان كده بنقول بيحصل الاول ديسوليوشن زي ما موجود فوق في العنوان، ديسوليوشن بارتيشن، وبعد كده بيحصل ديفيوجن اكروس الممبرين تو جي اي تي فلويد. فخلي بالك من الترتيب ده اللي بيتم في الميكانيزم بتاع الممبرين ديفيوجن كنترول ريليز. طول ما الساتوريشن دي مينتيند ان ذا كور ويل بي، هيبقى عندي ستاشنري كونسنتريشن جراديانت، هيبقى الكونسنتريشن جراديانت اللي هي الفرق بين التركيز في اعلى معدله جنب في الريزرفوار، والتركيز الادنى معدل اللي هو في السينك كونديشن بتاعت الجي اي تي اللي عامله سينك كونديشن، يعني لان على طول في ميه بتجري فيها وفي سائل بيجري فيها، فالسينك كانك حاطط فاتح بلاعه، الدراج بيبقى فيها تركيزه قليل جدا او ما فيش. فطول ما التركيز طول الوقت بيبقى التركيز اقل من الستيشنري كونسنتريشن، طول ما ده موجود الريليز هيفضل ويل بروسيد ات كونستانت ريت. طبعا مع الوقت زي ما قلنا التركيز لما الريزرفوار ده يبتدي
يستنزف يخلص اللي فيه، الغليظ مش هيبقى عمره زيرو اوردر، هيحصل ديجراديشن، فريز هيبتدي المنحنى ينزل، مش هيكون بلاتو زي الخصيصه المهمه في الزيرو اوردر او الخاصيه المهمه، دي حاجه خاصه جدا بالزيرو اوردر، فمش هيبقى كده لما الدراج يبتدي تركيزه يقل في ريزرفوار. لكن اهو بنقدر نحافظ على الدراج في الزيرو اوردر فتره طويله، وبعد كده بنحاول نعوضه عند وقت معين بحيث ان هو يحل، دخل تابلت تانية فيها ريزرفوار تاني مليان يعوض النقص اللي حاصل او الديجراديشن في الكونسنتريشن بتاع الدراج في اول دوزيش فورم خدناها. طبعا عندي هنا رسمة اهي الممبرين، وعندي الدراج جوه وفي اكسبيانس موجودة. لو احنا الممبرين بتاعنا ده كان معمول من ووتر سيلبل بوليمر، هاي مولكيولار ويت ووتر سيلبل بوليمر، ما بيدوبش بسهوله، بيعمل جيل، هيعمل سويلنج، هيعمل لي جيل سويل انتو جيل، ومن خلاله الدراج هيحصل له ديفيوجن. السيكنس بتاع الجيل ده بيبقى هيزيد مع الوقت بسبب السويلنج، في النهايه البوليمر بتاعنا ده في الاخر بو ووتر سيلبل هيحصل له ديجراديشن، مع الوقت هيبتدي بقى ايه يقل حجم الجيل ده، الديكريزز will ultimately will it will decrease due to this entanglement and dissolution of polymer chain. البوليمر تشين هتبتدي تتقص من اطرافها او ايه، هتبتدي تدوب وشويه بشويه زي اي جيل بيبقى هيدروسوليبل، ده طبيعي جدا هيبتدي يقل. لكن في النص عندنا فتره طويله في الانترميديات تايمز، جيل لاير دي هتبقى كويسه جدا، هتمدني بريليز ريت كونستانت، يبقى تقريبا زيرو اوردر. ليه؟ لان هي هتبقى هتحافظ على الثيكنس بتاعها، يبقى الثيكنس بتاعها هيبقى كونستانت بصفه يعني كبيره، بدرجه كبيره، او نقدر نقول انه هيبقى بصفه اساسيه هيكون الثيكنس ثابت على مدى وقت طويل، هتحافظ على الريليز بتاع الدراج ده من خلال البوليمر، انه هيحصل له سويلنج فهيعدي ايه؟ بيحصل له سويلنج، البوليمر تشين المسافات بينها بتبعد، بتعمل زي شبابيك كده او ويندوز بتعدي الدراج مولكيول. فده يعتبر اول ميكانيزم بنحاول نحصل بيه على زيرو اوردر ريليز في الاورال دوزيش فورم. الاوزموتيك بامب ديفايس اعقد كتير من المثال اللي فات، ده طبعا غاليه ومحتاجه تكنولوجيا، بتبقى عباره عن اليمنتري اوزموتيك بامب، مش بامب بكهرباء ولا حاجه، لا بامب بدائيه شويه بالنسبه لل مستحضر هيتاخد كل شويه، مش بندخل بامب ونسيبها، لا دي حاجه مستهلكه بريشابل يعني، فبتبقى عباره عن تابلت او كبسول هناخدها وبعد شويه هتخلع هتخرج مع الفضلات، بس كتكنولوجيا هي طبعا تكنولوجيا مش سهله، عباره عن كور اوف دراج زي ما احنا شايفين، الكور موجود في الجزء الداخلي ده وسراوندد باي ميمبرين، بيبقى بيرميبل بس للميه، تمام، بيرميبل بس للميه بات نوت تو ذا دراج، عكس الميكانيزم الاول او النوع الاول اللي اتكلمنا عليه. هنا بيبقى عندي الميمبرين بيرميبل للميه بس، بيبقى عندي سمول هول، بيبقى دريلد يعني بيثقب في الممبرين زي ما احنا شايفين كده، ده اهو سيمي بيرمال ممبرين بيعدي ميه بس، وفي خرم في النص مش المفروض الدراج يعدي خالص من خلال البور ده، الثقب اللي في النص ده هو لما البومب تشتغل هيبتدي يضخ الدراج بره. لما بنعمل انجشن ابان انجشن الووتر از اوزموتيكالي امبايبد، بتتشرب بالخاصيه الاسموزيه انتو ذا كور من خلال السيمي بيرمال ممبرين، يعني دخلنا الميه اهي بره، الميه هتخش عندي هنا الاكسيبيانت مع الدراج، طبعا هيبتدوا الاكسيبيانت ده يدوب في الميه، هتعدي فهيدوب، هيعمل لي اوزموتيك بريشر عالي، الماده دي اكيد اوزموتيكالي اكتيف اللي بنحطها عندها اوزموتيك اكتيفيتي، بنحط اكسيبيانت برضه احنا اللي احنا عايزينه بيكون اوزموتيك اكتيف، هيبتدي يسحب الميه، يشد الميه على جوه، تمام، هيبتدي يشد الميه على جوه، وبيبقى عندي هنا constant osmotic pressure gradient بيبقى established between the core and the external medium. المادة دي الدراج هيدوب، لو في excipient برضه هيدوب، هيبقى عندي osmotic pressure عالي بالنسبة للي بره، طالما في فرق هيبقى نسمي ده gradient، يبقى عندي constant osmotic pressure gradient
بيبقى موجود بين الكور وبين الاكسترنال ميديم اللي بره. طبعا ده هيعمل ووتر انفلكس، تمام، المية هتبتدي تطلع تزق الدايب فيها، الدايب هتبتدي تطلع بره بالاوزموتيك بريشر ده، ما احنا فاتحين السكه له اهو، هيصرف هياخد الدراج ويطلع لبره، بيعمل ديسبليسمنت through the hole at a constant rate، هيبتدي الدراج يتزق من المضخه دي اللي هي اوزموتيك من جوه، اوزموتيك بريشر، هيبتدي يخش يطلع يزق الدراج ايه لبره، تمام. فدي هتبقى بكونستانت ريت ايفنتشوالي، يعني في بعد كده اللي هيحصل ان الدراج كونسنتريشن هيقل عن السولوبيلتي بتاعته، هيبتدي الريت اوف اوزموتيك بامبنج بيديكيز، يعني هتبتدي تضمحل بشويه بشويه، واحنا عارفين ده لان هنا ما عندناش خزان لا نهائي من الدراج، عندنا خزان ريزرفوار، ده هيفضل التركيز في عالي لدرجه معينه، لما يبتدي الدراج ينقص هيحصل ان الكونسنتريشن جريديانت هتقل ومش هيكون فيه دراج كفاية، فمعدل الضخ بتاع الدراج هيقل شوية بشوية. طبعا المفروض ده الوقت اللي يتاخد فيه ايه تابلت او كبسول تانية فيها الاوزموتيك بامب دي. ده الاليمنتري اوزموتيك بامب. لو اتكلمنا على نوع تاني مختلف اللي هي بوش بول اوزموتيك بامب، دي بتعتمد على المثال الاولاني، لكن بنحسن الكور بتاعنا الاوزموتيك ديفايس بتاعتنا، بنحط اكسبيانت بتبقى ووتر سيرفر بوليمر بينفش ويبتدي يعمل لي بوش بول اوزموتيك ميكانيزم. يعني هي احنا السيستم اللي فات ما كانش فيه الطبقه اللي تحت دي اللي هي عباره عن بوليمر، الخطوط الطويلة دي شوية، الخطوط اللي هي اللي تحت دي عبارة عن ايه؟ بوليمر، بنحطه في الكبسولة او في التابلت من تحت. يبقى عندي هنا الدراج فورميليشن از لايرد، بيبقى لايرد يعني بيبقى عامل زي ساندويتش بتوين الووتر سوليبل بوليمر، موجود الدراج عندي اهو بالفورمولا بتاعته بالاكسبيان بتاعته، موجود ما بين الثقب اللي هو الاوريفيس اكزيت اوريفيس ما بين ايه؟ الووتر سيربل بولمر تحت، الدراج في النص محشور بينهم اهو، عاملين زي ساندوتش بينهم. المايه هتخش عادي بالاسهم اللي احنا شايفينها دي، الاسهم رفيعه من كل حته هتخش جوه الديفايس بتاعتي، الدراج ويل بي ديسولفد طبعا. البوليمر بتاعي مش هيدوب بسرعه، ده بوليمر هيدرو سيربل بولمر مش هيدوب بسرعه، حجمه كبير، بس هيعمل ايه؟ هيحصل له سويلنج. لما يحصل له سويلنج هيحصل ايه؟ يبتدي يعمل بوش للدراج ثرو ذا اوفيس. فهو احنا عندنا هنا الموديل ده بنسميه بوش بول. بوش بول ليه؟ في المثال الاول من غير بوليمر الميه بيحصل لها بتتسحب جوه الكور، فده بنسمي ده بول، بيحصل له يعني اتراكشن للووتر او بولينج للووتر جوه الكور، وبتبتدي هي انها بعد ما تدوب يتكون اوزموتيك بريشر عالي يخلي الدراج يطلع ببره بسبب الاوزموتيك بريشر جريدينت اللي حاصل ده. لكن هنا في اضفنا في ميكانيزم تاني تمت اضافته واحنا اضفناه اللي هو وجود البوليمر ده، بيعمل هينفش ويعمل بوشنج للدراج، عشان كده بنسمي ده بول بوش بوش بول اوزموتيك بامب او بول بوش اوزموتيك بامب، مش مهم الترتيب قوي بتاع الاسم، المهم تعرفوا ان ده بوش بول اوزموتيك بامب. السوليبل بوليمر شايفين في الرسمه بتبقى كيرلز اللي تحت دي بلو ذا دراج از اد بلو دراج، بيبقى عندي الاوزموتيك فلو انتو دراج لاير برايمرلي ديسولف دراج، الاوزموتيك فلو اللي جاي من السيرفر من المبرين هيدوب الدراج، وده اللي هيعمل اوزموتيك بريشر، خلي الدراج يتشد لبره لو عايزين نقول كده بسبب الاوزموتيك بريشر ديفرنس ده. وفي نفس الوقت البوليمر اللي هينفش تحت ده ممكن يعمل ايه؟ هيكبر في الحجم فهيزق الدراج، الديسولف الدراج هيزقه بره الاورفيس اللي هي الفات ارو دي، ده اتجاه البوش بتاع الدراج. فعشان كده بسمي الميكانيزم ده بوش بول اوزموتيك بامب.
عندي في الاورال ديليفري بتاع الجات والكولن، لو انا عايز بقى اخلي الضاج يحصل له ريليس في الامعاء فقط، ان في سيرتن دراج مور افيكيشيس بيبقى لما يكونوا ريليز في الكولن، انا عايزهم يشتغلوا في الكولن بس، مش لازمني في حته تانيه. لو اللارج انتستين او الكولن هو اللي لزمني، ففي عندي هنا خاصيه مهمه ان البكتيريا بتاعت النورمال فلورا ريتش بحاجه اسمها الازوريداكتيزس. الاكتيفيتي بتعمل انزيمات بنسميها البكتيريا الازوريداكتيزس، فاحنا لو حطينا بوليمر بتتكسر بس بالازوريداكتيز كروس لينكس دي، نعمل كابسوليشن دراج في البوليمر دي، البوليمر دي هتفضل موجوده مش هتطلع الدراج الا هتعمل سبيسيفيك دراج ديليفري في الكولم بس. المشكله عندي لو الدراج ده اسيد لابايل، لو اسيد لابايل هعمل حاجه تانية غير كده كمان، هزود على كده ان هعمل فيرذر كابسوليشن بانتريك كوتنج. انتريك كوتنج ده هيحمي الدراج بتاعي، هو صحيح موجود في البوليمر بس لو في اسيديتي ممكن تبوظ الدراج بتاعي، تعمله ديجراديشن تكسره. فانا في حاله زي كده لو انا عايز احمي الدراج اكتر بعمل له انكابسوليشن بانتريك كوتنج، مش هي الكوتنج ده يدوب الا في الكولن، في البي اتش بتاعت الكولن، فده بيعمل بيرميت سبيسيفيك كولن سبيسيفيك ديليفري اوف اسيد لابايل دراج في الكولن بس. هو طبعا هنا بيخلي السبيسيفتي اعلى، لو احنا بتاع الريليز هتبقى اعلى كتير لما بنعمل انتريك كوتنج، لان الانتريك كوتنج ده از فيرست ستريبت اوف او ستريبت اوت، بيبقى في الانتريك ابون انترينج ذا جات، مش هيحصل له مش هيبتدي يدوب ويتكسر ولا يتحلل الا في الجات او اللارج انتستين. انا بظبطه حسب البي اتش اللي انا عايزه، هنتكلم في الحكايه دي بعدين، البي اتش هو اللي هيحدد لي، وساعات في الانزيم اكتيفيتي. هنا هنستخدم الاثنين مع بعض، الدراج موجود جوه امبيدد في البوليمر، وعندي الكود من بره، الكود هيدوب في الكولون، بعد كده الدراج will be released only when the internal polymer is degraded by the azoreductase in the colon. الدراج مش هيطلع يعمل له ريليز الا لو الازوريداكتيز دي اشتغلت على البوليمر، عملت له سيزرينج، بدات تقص فيه وهتطلع الدراج من جواه. عندي ريجنال دراج ديليفري سيستم، ان انا عايز الدراج يروح في منطقه معينه، ما يكون عندي الدراج ده لو وصل الانسجه مش مرغوب فيها هيبقى له سايد افكت وهيعمل توكسيستي. لكن في ريجنال اللي ساعات بنسميها لوكال او توبيكال ديليفري، بيبقى الدراج بيوصل للتارجت تيشو بس بصوره اساسيه، واندر بروبر كونديشن ريجنال ديليفري شود بيرميت سبستنشالي ريديوسد دراج دوزنج تو ريتش ديزايرد افكت. انا هنا طالما انا بوصله بصوره مركزه للتارجت تيشو، انا ممكن انقص الدوز كتير اللي بتتاخد، وميبقاش عندي اكسبوجر للاذر تيشو تو ذا دراج، الحاجات الانسجه التانيه اللي مش عايز دراج يوصل لها. لو انا عندي المكان اللي بعمل فيه دليفري للدراج ده حوالي حواجز تشريحيه او فسيولوجيه ما تخليش الدراج يوصل بسهوله للسيستميك سيركيوليشن، ده بيخلي بيبقى ميزه عندي، بيبقى الدراج مور افكتيف ومش بيوصل للسيستميك سيركيوليشن بدرجه عاليه. زي مثلا لما بنحط باتش على ركبه او على مفصل، الدراج بيخش اساسا في الساينوفيال فلويد بتاع المفصل ده، وبيبقى في حواجز عندي اللي هي الجوينت كبسول والانسجه اللي موجوده في حوالين الركبه حوالين دي، هتخلي ممكن ان الكميه اللي هتوصل للدم عن طريق البلاك كابيلاريز الموجوده هنا كميه قليله جدا ما تبقاش، لان احنا عارفين ان الكارتلج بتاعت المفاصل في العاده ما فيهاش اوعيه دمويه، هي الانسجه اللي حواليها بتمدها بالنيوترنت عن طريق ايه؟ ليه؟ بالاكسجين والنيوترنت عن طريق الديفيوجن. فمعنى كده ان هنا ما عنديش احتمال كبير ان الدراج ده يتسرب من الجوينت الى ايه الدوره الدمويه الرئيسيه، او هيتسرب بكميه قليله قوي. فدي حاجه كويسه، يبقى الدراج هنا مش هيحصل له الاليمينيشن بسرعه، الواحد الدوره الاساسيه الدوره الدمويه الاساسيه ممكن بعد كده الاليمينيشن يبقى سريع، انا عايز يبقى مركز في الجوينت. انا بديكم مثال هنا على الجوينت. في امثال تاني مهم اللي هو الانهاليشن، بتستخدمه للازمه برضه هتوصل
الدراج هنا بالانهاليشن، الجماعه اللي عندهم مرضى الازمه بيستخدموها، هتوصل لللانجز وهتاثر على البرونكاي البرونكيولز، الشعب الهوائيه الدقيقه والادق منها، لحد ما توصل للالفيولاي اللي هي ايه؟ الحوصلات الهوائيه اللي هي بتبقى تتملى بالهواء وتبادل الاكسجين والكربون دايوكسيد مع الدم. فاذا عرفنا نوسع، حاطين حاجه برونكو دايليتور مثلا او حاجه انتي انفلاماتوري زي الكورتيزون، عملنا لها انهاليشن، التاثير بتاعها هيكون على الانسجه بتاعت الرئه بس. حاجه برونكو دايليتور هتاثر على البرونكيولز البرونكاي والبرونكيولز بس، فده بيبقى مش وحش. يبقى احنا كده الجزء اللي هيتسرب من الدراجز دي للدم، بالذات لو كان عندي كورتيزون عايز اقلل الانفلاميشن في والحساسيه اللي موجوده في الرئه، فالكورتيزون هنا برضو هيكون اللي هيتسرب للدوره الدمويه الرئيسيه، مش هيكون بكميه كبيره، وده هيقلل اعراضه الجانبيه. الكيموثيرابيز بنعمل لها حاجه تانية ساعات، لو انا بقى عايز احدد اكتر بستخدم بامب دراج بامب، بتوصل بتبقى دايركتد للتيومر نفسه، بتتزرع البامبس دي و توصل للتيومرز بصوره شبه مباشره. دي طريقه برضو بنعمل فيها ريجيونال دراج ديليفري. في مثلا اهو كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بتبقى في بوليمر ديسك امبلانتد، بنعملها امبلانتيشن جنب البرين تيومرز، نكست تو برين تيومرز، او جوه المخ جوه البرين تيومرز. ده مثال مهم قوي. ليه؟ لان انت عارفين البلاد برين بارير كده بنعمله سير باس، بنعمله سير باسنج. لو انا ما عملتش كده البلاد برين بارير مش هيعدي اي حاجه، لكن لو انا عملت انسرشن لبوليمر ديسك بتبقى محمله بالكيموثيرابيوتيك ايجنت او الانتي كانسر دراج او السيتوكسيك دراج، ده مسميات الحاجات اللي بتتحط للعلاج اورام المخ. ده هيديني مثال كويس لكده للبرين تيومر تريتمنت. عندي الانسولين ديليفري برضو بيتعمل عن طريق بامب من خلال البريتونيال كافيتي، الغشاء التجويف البريتوني، وبيديني بيطلع الانسولين في اتجاه الليفر از برايمر تارجت من خلال البورتال الهيباتيك بورتال فيد. طبعا الانسولين اهم تارجت له هو خلايا الليفر. ده مثال للانترا اوكولار ديليفري. عندي هنا الاي دروبس والجيلز والاويتمنت او دراج سولت لينسز، الاوكيوسيرت ده ان ايرلي كنترولد ريليس سيستم بيزد اون ساتوريتد بايلوكاربين ريزرفوار، ده صنف تجاري معروف. بنعمل انسرشن هنا في الاوكيوسيرت ده حاجه بتتحط زي عدسه لاصقه كده صغيره، بتتحط اوكيوسيرت بيتحط حواليكوا زي ريزرفوار، حواليكوا صوره لها، بتتحط في الساب كونجكتيفال ساك في كيس الملتحمه التحتاني الاسفل. اتعملوا قبل كده باتشز ديزاين فور ابلكيشن تو سكيلر فور ترانس ديرمال ترانس كيلر ديليفري. ساعات بيتحط باتشز فيها دراج، الباتشز دي بيبقى فيها الدراج عشان يدوب ويخش جوه السائل الزجاجي في العين، يوصل للريتنا مثلا او يدوب في السائل الزجاجي. طبعا بتبقى صعبه شويه، ف في محاولات ناجحه في كده وفي محاولات بتبقى ناجحه بس برضه استخدام. لو عايزين نحط حاجه تعمل توصل للايكوسيومر، الايكوسيومر ده اللي هو بين الكورنيا والايريس اللي حدقه العين والطبقه القرنيه بره، بتبقى العمليه صعبه شويه. ليه؟ لان المفروض يعدي الكورنيا، ولو حطينا اي دروبس بتبقى انفيشنت، ناتوريوسلي انفيشنت، لانها بتبقى بيحصل اوفر فلو بسبب التيرز، وممكن يحصل درينج في تاخد الدراج بالنقط دي هي في النازو لاكريمال داكت وتتصرف. عشان نزود الانترتنشن بنعمل ايه؟ من ذا اي كافيتي اند هاندز بايفابيلتي ساعات بنستخدم جيلز وبنعمل لها سبريدنج اوفر اوكلار سيرفس، نعمل لها سبريدنج وتتحط الجيل دي على الكورنيا بحيث الدواء ده يقعد مده طويله يطلع الدراج جوه الفيتراس الاكواس هيومر. احنا عايزينه في الاكواس هيومر مثلا، حاجه زي الاوكيسيرت بتاع بتطلع بايلوكاربين عشان يوصل للايرس. ف
دارك سوكت كونتاكت لانسز ممكن تكون حل، ويعتبر ده في توبيكال ديليفري برضه. في صورة للانترا اوكولار ديليفري باستخدام الاوكيو سيرت اللي اتكلمت عليها قبل كده، دي بتبقى فيها بايلوكاربين. انا عايز اعمل ديليفري للاكواس هيومر، السائل الملحي او السائل المائي اللي موجود تحت القرنية على طول، بين محصور بين القرنية وبين حدقة العين. ده مركب ده من زمان قوي، يبقى عندي ساتوريتد كبايلوكاربين ريزرفوار موجود زي ما انتم شايفين في الصورة اللي هو اورنج كده، تمام. بيبقى بتوين تو ممبرين، الممبرين دول اللي انتم شايفينهم بيبقوا ريت كنترولنج ممبرين، يعني سيمي بيرميبل بوراس ممبرين، بس سيمي بيرميبل بيطلعوا الدراج، بس بيعملوا دراج ريليز بالميكانيزم بتاعهم اللي هو بارتيشن ديفيوجن ميكانيزم. بيحصل بارتيشن للدراج بعد ما السوائل توصل له من الفلويد تيرز بتاعت العين، بتوصله ده جزء من البايلوكاربين ده، يبتدي يحصل بارتيشن ما بينه وما بين الممبرين اللي هو ترانسبيرنت ريت كنترولنج ممبرين ده، وبعد كده البارتيشن بيتم ما بين الممبرين و السائل اللي موجود بيغطي القرنيه اللي هو بيبلل القرنيه عن طريق الديفيوجن. طبعا المكان ده على طول بيبقى هيوميد، بيبقى رطب، القرنيه ما ينفعش تبقى جافه، فبيحصل بارتيشن وبعدين ديفيوجن من الممبرين لخارج الممبرين في السوائل القليله اللي موجوده على سطح العين، بارتيشن ديفيوجن ميكانيزم. الدراج بيطلع بيحصل له ريليز بصوره ثابته وبصوره يعني ساتيسفاينج مود لمده 1 ويك، ممكن يبقى لمده 1 ويك بيبقى عندي ريليز بصوره فيري ساتيسفاينج. This product was placed under the lower eyelid، زي ما انتم شايفين بيتحط في الجفن الاسفل في الكونجكتيفال ساك، وبيحصل له ريليز للدراج ات كونستانت ريت في التير فلويد زي ما قلنا بالميكانيزم اللي قلناه اللي هو بارتيشن ديفيوجن. بعد كده ما الدراج بيحصل له ريليز من الديفايس دي، طبعا اكيد بيحصل له سبسيكونت ابزوربشن ثرو ذا كورنيا، وبيخش الفيتراس هيومر اللي احنا قلنا عليها.